انزل بالمنظر يا عم، انزل يا حاج. ايوه اوعى دماغك يا اوعى دماغك، اتكل على الله. انزل كمان شوي، الله ينور يا عم احمد على الاضاءة، الله ينور. يا سلام يا سامي يا سلام، الله ينور يا ولاد، الله ينور. وبكده بقينا جوه قصر شجرة الدر، شجرة الدر اللي كانت متجوزة الملك صالح نجم الدين علي أيوب إبراهيم السيد باين، ولكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر إنها تتجوز تاني، لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان أهلا 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 بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايما ما بين أقطاي وعز الدين أيبك، مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، أو انتوا اللي هتشوفوه، أنا مش هقدر أشوفه لأن أنا أعمى. يا مولاتي قمر، تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يطولوا. ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي يا أنجا، ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. ملكة أنجا حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. أنجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أكتر أقطاي برا، أعمل إيه؟ أقطاي دايما مواعيده مظبوطة. ده أنت تظبطي عليه ديك لما يدن. وأنت عرفتي منين يا سف؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، خليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب أستأذن أنا بقى يا مولاتي، أنت عارفاني خدمتك لماحة، يلا نهارك أبيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام، الشعب مش لاقي علاج، شعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود؟ ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام إزاي؟ مستشفيات كل حتة، ما عندكيش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين أيبك، يا أنا يا الفوضى. أنت بتهددني أنا بالفوضى؟ أنا هددك بأي حاجة، أنا أطلع طلعة جوية أفجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. أنا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطورة عشان تبقي فاهمة. أيبك ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. أنت عايزاها تتفتت؟ عشان إيه؟ دي الفزاعة اللي تضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وانا عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. عايزه ايه؟ عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. طب ما انت ملكه البلد اصلا، تشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. تجننت ولا ايه؟
انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل فيه نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها؟ انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير فوق، انا في الكباري ما حصلتش. انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي مش سهل، الموضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. انا فاضي. ايه؟ هو انا اخمن؟ انا اخمن انت عايز ايه؟ انت حاجه صعبه. على منصب سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلامك كمان. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطورة، وأنا عايز أقول إن سوف يحكم التاريخ بما لنا أو علينا جيلاً بعد جيل، إن شجرة الرز باقية والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يهددني يا اما هو يا اما الفوضى. مولاتي الحي الحي. في ايه يا مرعوب؟ القائد عز الدين ايبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي ايه؟ ده قائد الجيوش، ده انا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ اه عادي. ربنا يستر. مولاي ايبك. التحية لمولاتي شجرة الدر. ايه اللي اخرك يا ايبك؟ كنت مزنوع على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة زبالة، في عربية نص نقلة محملة مماليك قافلة طلعت الكوبري. انت هتكذب عليا يا ايبك؟ ايبك؟ اسمي الامير ايبك. ايه؟ لكن بالنسبة لك انت ممكن تقولي لي يا بكة. بكة؟ بكبوكي بكبيكو. خلينا في المهم يا ايبك. سيرتك يا مولاتي، سيرتك بقت زبالة. الناس عمالة تقول إن القصر فيه شباب داخل وشباب خارج، ده غير إنك شجرة ومزة وقاعدة لوحدك. من الآخر كده أنا شايف إنك لازم تتجوزيني. لازم أتجوزك أنت يا أيبك؟ والله لو لقيتي أحلى مني اتجوزيه. كده فرصتك ضعيفة، وخصوصاً إن أقطاي بي نفسك. أقطاي مين يا شجرة؟ هي هربت منك ولا إيه؟ أقطاي ده كل الناس بتكرهه ونزلوا الشوارع وقالوا له ارحل ارحل. يعني بيحبوك انت يا ايبك؟ والله على الاقل انا معايا اهلي وعشيرتي، ودول ناس منظمين قوي، باشاره واحده مني يجوا يحاصروا لك المدينه ويبنوا حمامات ويذبحوا بقر هيعيشوا ايه؟ افهم من كده ان لو ما اتجوزتكش هتولعوا في البلد يا ايبك. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي لا سمح الله، بس برضه ما اضمنش محبيني ومريديني اللي ممكن يولعوا في البلد وبحماس. طيب بحماس. طيب افرض ان اتجوزت اقطاي. انا ما افرضش، وحتى لو ده حصل هعمل مؤتمر صحفي واعلن فيه ان نتيجه الجواز دي مزوره. انا عارفه يا ايبك انك شريف من جواك، بس انا حاسه انك مش بتحب البلد. انت بتحب الكرسي ده، وزي ما في ناس معاك في ناس ضدك. يا مولاتي يا مولاتي اوعدك اني لو بقيت ملك هبقى ملك لكل المصريين مش لجماعتي وبس. واكبر دليل على كده اني جيت لك النهارده وانا مش لابس قميص واقي. مماليك احرار هنكمل المشوار، مماليك احرار هنكمل المشوار. يا خوفي لا تكون بتقول وعود وبترجع فيها. يا شجرة القلب، يا شجيرة الروح والفؤاد، حتى لو أصبحت أنا الملك ستكونين أنت السلطانة اللي فوق الكل.
يعني لو طلبت منك انك تركع هتركع؟ انا اصلا لو وفيت عليا كنت ناوي اركع ركعتين لله. طيب اديني فرصه افكر. يبقى وفيتي. لا بقول لك اديني فرصه افكر. والله وفيتي. لا بقول لك انا لسه هفكر. عيني في عينك وفيتي. والله انا لسه هفكر يا شجره. ايه الغباوه دي؟ انا لسه استنى اتفكر. اخيرا وصلت للكرسي خشب دمياطي نظيف. يا انجا يا مرعوب. ايوه يا مولاي. يا محمود. امرك يا مولاي. نادوا كل المنادين اللي في البلد عشان ينادي كل واحد في البلد ينادي مع المنادين اللي انتوا ناديتوهم ويقول ان ايبك هو اللي فاز بقلب شجره الضر. ايش يا مولاي؟ بيس يا رجاله. انجا كل سنه وانت طيبه يا بيبي. بمناسبه ايه؟ النهارده عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب وانا ملك القصر ولا ملك الكبده؟ اسف يا شباب. الكلام ده عند التتار يا حبيبي. محمود. امرك يا مولاي. انا عايز خبر جوازي من شجره الدر يغرق مصر خلال 24 ساعه. لكن الملكه شجره الدر لسه ما قالتش جوابها النهائي. احنا ما عندناش ملكات ليها راي يا محمود. يعني نعمل لك ايه يا مولاي؟ اطلع الساعه 3 الفجر اعلن النتيجه؟ انت بتزعلني ليه يا محمود في ايه؟ معلش انا متوتر قوي النهارده. لا لا انت وانت درانكينج ما بتبقاش امبورتنج يا محمود. لا 3 الفجر ده انسب وقت نعلم فيه، نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناه التت. نطلع احنا بقى نقول اللي احنا عايزينه. نفذ انا افهم اكتر منك. ما اقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر شبرا 500 ايبك 15 قطاي. الجمالية 600 ايبك 15 قطاي. الزاوية الخمراء 1000 ايبك 15 قطاي. شرقية شرقية منوفية منوفية دهلية دهلية